متابعة لآخر التطورات المتعلقة بما ترتب على محكمة العدل الدولية في لاهاي وتنفيذ القرارات التي طلبتها، وحتى الآن ما زال الاحتلال يتنكر لكل هذه المطالب، أبرزها وقف إطلاق النار والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية. ينضم معنا من جنيف عبر الزوم الأستاذ ناجي حرج، المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ ناجي. متابعة في هذه التغطية عبر شاشة تلفزيون فلسطين لعدوان الاحتلال المتواصل على أبناء شعبنا واستمرار الاحتلال بضربه عرض الحائط كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأخرها ما ترتب ومن مخرجات ما جاء من محكمة العدل الدولية بعد تقديم دولة جنوب أفريقيا الدعوى بشأن ارتكاب الاحتلال لجرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. نعم، أهلا بكم. هي مواصلة لتحدي كل القرارات الدولية ولموقف الرأي العام الدولي وموقف الغالبية العظمى من دول العالم التي طالبت بوقف إطلاق النار منذ فترة ليست قليلة من خلال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وحتى من قرار مجلس الأمن الدولي الذي نص على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية. فإسرائيل للأسف الشديد تواصل هذا التحدي السافر، والآن الكرة هي في ملعب مجلس الأمن الدولي بعد أن اتخذت محكمة العدل الدولية أمرها يوم الجمعة الماضي الذي يدعو إلى وقف كل العمليات التي تؤدي إلى مزيد من القتل والإضرار بالشعب الفلسطيني، وأيضا يدعو إلى السماح على التوقف عن اعتراض دخول كل الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني. المفروض الآن أن مجلس الأمن الدولي يقوم بواجباته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ويتخذ القرارات المناسبة التي تلزم إسرائيل بالتطبيق الأمر الصادر، أمر التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية، يلزمها أيضا بالوقف فوري لإطلاق النار، يلزمها أيضا بالتوقف عن أي عمل من شأنه استمرار الإضرار بالشعب الفلسطيني الذي تواصله على مدى الأكثر من 100 يوم الماضية، والذي تصاعد كثيرا بعد قرار محكمة العدل الدولية. لاحظنا خلال اليومين الماضيين العمليات الهمجية الشرسة التي قامت بها ضد كل الأراضي الفلسطينية، يعني سواء في على طول قطاع غزة وحتى في أماكن أخرى، الاقتحامات اللي قامت بها في مدن الغالبية. نعم أستاذ ناجي، بالحديث عن ما يترتب عن هذه القرارات وتنصل الولايات المتحدة الأمريكية من الإبداء بقرار مباشر، خاصة بأننا جميعا نعرف بأن الولايات المتحدة شريك في هذا العدوان، والوقف إطلاق النار يتطلب كلمة وموقف رسمي واضح من الولايات المتحدة وليس مراوغة بالمفاهيم والمصطلحات، خاصة بالتوتر في الفترة الأخيرة ما بين بايدن ونتنياهو، ولكن ما زالت أمريكا تدعم إسرائيل بشكل واضح لاستمرارها بهذا العدوان والقتل واستهداف الأبرياء والنساء والأطفال. نعم، بعد العزلة التي وقعت فيها إسرائيل بعد عدوانها الهمجي على الشعب الفلسطيني في غزة، الآن الولايات المتحدة الأمريكية في عزلة شديدة، فلم تعد هي فقط هي التي لحد الآن لم تؤيد بشكل واضح جدا وقف فوري لإطلاق النار. كل الدول الأخرى حتى الدول الغربية التي كانت تقف معها نفس الموقف، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، كل هذه الدول موقفها الآن أصبح يعني يختلف عن الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي موقف معزول جدا، ونحن يعني سيكون من الغرابة جدا أن تستمر على هذا الموقف في اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد يوم الأربعاء القادم لمناقشة الأمر الصادر من محكمة العدل الدولية وما تضمنه ذلك الأمر من قرارات فرعية، ستة قرارات فرعية تتعلق بالتدابير المؤقتة التي طلبتها محكمة العدل الدولية والتي طلبت أن تنفذ فورا من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي. وهذه التدابير تتعلق بمحتواها بمنع وقوع جريمة إبادة جماعية، وبالتالي
هذا منع وقوع جريمة إبادة جماعية. هذا الالتزام هو التزام على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة تلك الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي 150 دولة بينها الولايات المتحدة وكذلك كيان الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى معظم الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. فالولايات المتحدة ستكون أمام مسؤولية خطيرة جدا عندما تقف موقف معارض لما جاء بالأمر الصادر من محكمة العدل الدولية. أنا أود أن أسميه بهذه التسمية لأنه هو أمر، وهذا الأمر تضمن في فحوى عدة قرارات التي أشرت إليها، 6 قرارات داخل هذا الأمر الصادر عن المحكمة. فسيكون من المستغرب جدا ومن المستهجن أن تقف الولايات المتحدة ضد هذا الأمر الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، التي هي المحكمة التي ارتضت بها الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية ودول العالم طبعا عندما تأسست ضمن تأسيس الأمم المتحدة. جرى تأسيس محكمة العدل الدولية مباشرة مع إقرار ميثاق الأمم المتحدة. كان هنالك إقرار للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية باعتبارها هي أعلى جهة قضائية في النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية. نعم أستاذ ناجي، دعنا نتحدث عن المفارقة التي حدثت اليوم بما يتعلق بادعاءات الاحتلال، بما يتعلق بالسابع من أكتوبر وأيضا وقف تمويل الأونروا. من أول ما بدت هذه الادعاءات التي لم يتوضح صحة قولهم، تلقائيا أمريكا وقفت المساعدات، وعدد من الدول التي أعلنت وقفها لدعم الأونروا. بالجانب الآخر ما زالت أمريكا تدعم، ما زالت بريطانيا تدعم، وعدد من دول العالم. دولة الاحتلال بعد 114 يوما من العدوان وقتل الأبرياء، هل الفاتورة من الدم الفلسطيني لم تكفي أمريكا والعالم لكي يكتفي بوقف هذا الدعم، وأيضا أن يجتمع جميعا ليس فقط لوقف إطلاق النار، لوقف هذه الحرب ليست فقط في غزة وإنما في القدس وباقي أنحاء الضفة التي تتعرض كل يوم لتنكيل وقتل واعتقال وتدمير؟ موقف سيء جدا طبعا، وغير انساني. يعني نحن نعرف ان كل وكالات الامم المتحده تتعرض الى انتقادات، وهنالك كثير من التهم تطال وكالات الامم المتحده في كل انحاء العالم وقوات حفظ السلام وغير ذلك. لكن هذه الوكاله التي تتعرض للانتقاد او اذا كان هنالك شبهات لا تتوقف عن العمل، يجري هنالك تحقيق مع الاشخاص المعنيين، لكن الوكالة تستمر في عملها. وخاصة عندما يكون الأمر يتعلق ب الأنرا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فهذه الآن تقوم بعمل حيوي جدا يتعلق بحياة الشعب الفلسطيني الموجود في غزة. فهي تكاد المنفذ الوحيد الذي مسؤول عن إيصال المساعدات، الاحتياجات الأساسية والاحتياجات الطبية وغير ذلك. من غير المعقول أن تتخذ هذه الدول مباشرة قرارات بوقف التمويل لمجرد أن إسرائيل الجهة التي تقوم بالعدوان، الجهة التي تقوم بالقتل وبالحصار، أنها تتهم موظفين تابعين إلى الأنروا. لا، هذا عمل غير إنساني وحقيقة عمل غير قانوني نهائيا، لأنه التحقيق يجب أن لا ينصب على عمل المنظمة ككل، الوكالة ككل، وإنما على الأشخاص الذين اتهموا بذلك. يجب أن يكون هنالك تحقيق شفاف تقوم به أجهزة الأمم المتحدة، وبنفس الوقت يجب أن تستمر الأونروا في عملها، ويجب أن يستمر التمويل. يعني وقف التمويل عن الأونروا هو مخالفة للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي ينص عن التوقف عن أي إجراء من شأنه تجويع الشعب الفلسطيني وتعريضه للخطر. فالتجويع هو أحد عناصر الإبادة الجماعية، وبالتالي هذه الدول التي توقف التعامل التمويل عن الأونروا فهي تساعد في تجويع الشعب الفلسطيني نعم وتساهم في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد هذا الشعب. نعم أستاذ ناجي، بما يتعلق بال6 قرارات التي تم إصدارها من محكمة العدل الدولية
ودعنا نتحدث بمحاولة الاحتلال من خلال محاميه والداعمين له التنصل من هذه الجرائم. كلنا استمع منذ بداية هذا العدوان لشخصيات بارزة في حكومة اليمين المتطرف التي هددت بضرب غزة بالنووي، وأيضا هددت بتجويع أطفال ونساء غزة، ضربت المستشفيات وضربت كل اتفاقيات القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي واتفاقية أو اتفاقية لاهاي. دعنا نتحدث الآن، محكمة العدل الدولية ليست جهة منفذة، وهنا سينتقل الأمر إلى مجلس الأمن، وهناك دعوة من الجزائر لانعقاد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء للحديث في هذه القرارات. كيف تقرأ في هذا الشأن؟ هل سيكون هناك بيان واضح مشترك لوقف إطلاق النار، لإدخال المساعدات، وهل سيواجه بفيتو أمريكي جديد؟ نعم، يعني من ضمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أن عندما تصدر قرارا معينا أو حكما معينا، فإذا أطراف هذا الحكم لم ينفذوا، من حق الطرف الآخر الذي هو صاحب الحق في ذلك أن يحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي. فهذا الحق كان موجود إلى جنوب أفريقيا، لكن أيضا كان يحق ايضا للامين العام احاله اي قضيه الى مجلس الامن الدولي بموجب ميثاق الامم المتحده، وكذلك يحق للدول الاعضاء الاخرى الاعضاء في مجلس الامن ان تحيل اي قضيه. فبالتالي الامين العام للامم المتحده مباشره حال الامر الصادر عن محكمه العدل الدوليه مباشره بعد ساعات قليله من صدوره في لاهاي، يعني في يوم الجمعه الماضي، كما ايضا الجزائر في وقت لاحق طلبت باعتباره العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن الدولي الآن، طلبت برسالة أن ينعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء لبحث الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية. وبالتالي هذا البحث في مجلس الأمن الدولي يفترض أن يفضي إلى إصدار قرار واضح جدا، قرار من مجلس الأمن الدولي يكون ملزم لدولة الاحتلال الإسرائيلي بأن تنفذ ما جاء في تفاصيل الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية. وهذه التفاصيل كما قلنا تتعلق بوقف القتل ووقف التدمير ووقف الإضرار والتوقف أي أيضا عن أي إعاقة لدخول الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني. نحن نأمل أن تتخذ الدول هذا القرار عبر مجلس الأمن الدولي، لأن ذلك هو الواجب الأساس لمجلس الأمن الدولي الذي كان يجب أن يتخذه منذ الأيام الأولى للحرب. فهو مسؤول عن الأمن والسلم الدوليين، مسؤول عن اتخاذ القرارات في أي نزاع، في أي مشكلة تهدد الأمن والسلم الدوليين. والآن ما يجري في غزة هو تهديد، أصبح تهديد واضح للأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى ما حجم الكارثة الإنسانية الكبيرة التي تحل بالشعب الفلسطيني يوميا. فالمفروض أن الدول الأعضاء جميعا أنها تتخذ هذا القرار، وسيكون من الغريب جدا ومن المعيب جدا أن تقف دولة خلف ضد اتخاذ قرار من مجلس الأمن الدولي يطلب بوضوح ويقرر بوضوح وقف إطلاق النار في غزة. نعم، نتحدث أستاذ ناجي عن 25 ألف طفل باتوا أيتاما، ونتحدث عن آلاف الأطفال الذين تم الاعتداء عليهم بشكل مباشر من قصف وقتل، وعدا عن الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم، فقدوا حقهم بالغذاء والعلاج في ظل انهيار المنظومة الصحية. بما يتعلق بالمعابر التي اتفق العالم كلهم على أن يتم إدخال المساعدات وبجهود أيضا أمريكية، ولكن لم تنفذ على أرض الواقع، المساعدات فقط تدخل من معبر رفح المصري، وأما بما يتعلق بمعبر كرم أم سالم وعديد المعابر حتى الآن لم يدخل، وهذا من الأخبار التي وردت اليوم بأن فقط 84 شاحنة التي دخلت من مواد غذائية ومساعدات، المساعدات الطبية لا تدخل إلى غزة، الوقود لا يدخل إلى غزة، وكل هذه الانتهاكات ما زالت مستمرة. هل ينتظر العالم أكثر من 25 ألف طفل يتيم لكي يتحرك ساكنا في ظل هذا العدوان الغاشم؟ هذه مأساة إنسانية كبرى. العالم طبعا يلاحظ بشكل واضح جدا حجم هذه المأساة الذي يتكشف يوميا، وخاصة
ما جرى لأطفال فلسطين، يعني كل هذه الخسائر الكبيرة، إضافة إلى أن الكثير منهم كما ذكرتم أصبحوا بلا مأوى وبلا أهل وبلا أي مساعدة يعني. وبالتالي كان هنالك تقديرات من البداية من المنظمات الإنسانية التابعة للمتحدة أنه يجب أن تدخل يوميا 200 شاحن، يوميا على الأقل، على الأقل أن تدخل 200 شاحنة إلى قطاع غزة. لكن للأسف الشديد دخلت في فترة التي تحدثتم عنها 80 أو 184 شاحنة وتوقفت يعني. وإسرائيل ملزمة بأن تفتح المعابر لدخول كل الاحتياجات الإنسانية. من البداية هي ملزمة يعني، حسب قرار الجمعية العامة المتحدة وحسب قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر فيما بعد. وكذلك الآن بوضوح تام هنالك الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بشكل واضح أنها يجب أن لا تعيق مطلقا دخول الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وكل ما يحتاجه من مواد غذائية وطبية وصحية هذه يجب كلها أن تدخل. وبالتالي منع دخولها هو استمرار إسرائيل في معاقبة الشعب الفلسطيني واستمرارها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية لهذا الشعب. وبالتالي فهي يجب أن تكون تحت المساءلة الدولية. ونعيد مرة أخرى، يجب الآن على مجلس الأمن الدولي وعلى كل دول العالم، كل دول العالم الآن مطالبة بأن تتحرك بشكل فوري وفعال، مستخدمة ما صدر عن محكمة العدل الدولية للضغط باتجاه أن يصدر قرار واضح جدا يلزم إسرائيل بأن تتوقف عن هذه السياسات والإجراءات وكل التدابير التي تزيد من القتل والتدمير والإضرار بحياة الشعب نعم الفلسطيني في أستاذ غزة ناجي، وفي كل المناطق طبعا. نعم، بالحديث أيضا بما يتعلق عن دور على دور جنوب أفريقيا والدول التي دعمت هذه الدعوة، كيف سيكون الآن ويستمر في محكمة العدل الدولية في لاهاي من تقديم إدانات، وما ستقوم به تحديدا دولة جنوب أفريقيا خلال الاستمرار بتوثيق وتأكيد هذه الدعوة لكي يتم محاكمة قادة الاحتلال على هذه الجرائم؟ يعني أولا هنالك دعوتين، دعوة في المحكمة الجنائية الدولية والدعوة في محكمة العدل الدولية. فيما يتعلق بالدعوة في محكمة العدل الدولية هي من شقين، الشق الأول الذي أصدرت المحكمة أمرها يوم الجمعة الماضي والذي يتعلق بالتدابير المؤقتة. أما الشق الثاني فهو يتعلق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والذي ستستمر المداولات بشأنه وقد تطول. وخلال هذه الفترة أيضا ستتمكن جنوب أفريقيا من تقديم كل ما لديها من أدلة إضافية تدعم ما قدمته أساسا في يوم 29 كانون الأول ديسمبر الماضي من أساس الشكوى بالإبادة الجماعية للمحكمة الجنائية الدولية. بإمكانها الآن أن تقدم كل الوثائق الجديدة التي تدعم ذلك. دولة جنوب أفريقيا كانت أيضا قد حالت ملف الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهنالك يتطلب حسب نظام المحكمة الجنائية الدولية هي مختصة بمحاكمة الأشخاص، هي مختصة بمحاكمة المسؤولين. أما محكمة العدل الدولية فتتعلق بالحكم بين الدول، لكن المحكمة الجنائية الدولية هي التي تختص بمحاكمة المسؤولين. وبالتالي كل المسؤولين الإسرائيليين الذين يساهمون في هذه الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني وكل الذين أدلوا بتصريحات فيها نوع من التحريض والكراهية والتهديد وغير ذلك كلهم مشمولون بهذه المحاسبة. يفترض أن محكمة الجنايات الدولية التي استلمت كل الوثائق منذ الأيام الأولى التي تلت 7 تشرين الأول الماضي، استلمت الوثائق من جنوب أفريقيا ومن دولة فلسطين ومن منظمات فلسطينية ودولية كثيرة ومن مئات المحامين من مختلف دول العالم. تسلمت كل الوثائق التي تثبت ارتكاب قادة
الكيان الإسرائيلي المحتل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة. ويفترض بالمحكمة أنها الآن يعني حسب ما صرح المدعي العام للمحكمة أكثر من مرة أنهم جمعوا كل هذه الوثائق وأنهم في طور دراستها، يفترض الآن أن ينتقلون إلى عملية التدقيق. فما وصل من الوثائق والأدلة يكفي للمدعي العام ولفريق التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية أن يباشرون فعلا عملية التدقيقات، وأن يباشرون عملية الاستدعاء لكل هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم التي تدخل في نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية. نعم، متابعة أستاذي بما يتعلق بأيضا جانب مهم، وهو عدم ثقة المجتمع الدولي بكل هذه القوانين اليوم بعد انتهاكها الواضح والصارخ من الاحتلال. كيف سيكون للعالم ولفلسطين تحديدا الثقة بهذه المحاكم في ظل تنصل أمريكا وإسرائيل من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؟ نعم، يعني خلال هذه الفترة الماضية الكل أصيب بإحباط كبير نتيجة أن الانتهاكات لهذه القوانين ولهذه لميثاق الأمم المتحدة أساسا ولكل المواثيق الدولية لاتفاقيات جنيف التي تعتبر يعني في مصفى العرف الدولي فيما يتعلق في النزاعات والحروب. يعني هذا الانتهاك السافر لها والموقف الغربي الساكت على انتهاكات إسرائيل يعني أصاب الجميع بخيبة أمل كبيرة، وبالتالي فقدان الثقة بتطبيق هذه الاتفاقيات وبتطبيق هذه القوانين. لكن يعني حقيقة هنالك تنامي شعور كبير جدا يعني على مستوى الرأي العام الدولي. يعني الرأي العام الدولي الآن يختلف كثيرا عن ما قبل 7 أكتوبر فيما يتعلق أولا بفهم ما يجري للشعب الفلسطيني، وثانيا بفهم وجود كل هذه القواعد وعدم تطبيقها، والأمر الآخر بفهم هذا النفاق الغربي في عدم الإصرار على تطبيق كل هذه القوانين والاتفاقيات عندما يتعلق الأمر بكيان الاحتلال الإسرائيلي وبعدوانه ضد الشعب الفلسطيني. فبالتالي هنالك ضغط كبير جدا الرأي العام الدولي، المؤسسات الحقوقية، نعم، المحامون الدوليون من مختلف دول العالم، نتحدث عن الآلاف وليس من هؤلاء المحامين ومن المؤسسات الحقوقية، وأنتم رأيتم الملايين حول العالم الآن الذين يطالبون ليل نهار في مختلف الدول الغربية، وحتى مع يعني الأجواء البرد والثلوج وغير ذلك هم يخرجون يوميا بالملايين ويطالبون بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، ويطالبون أيضا بمحاسبة كل المسؤولين سواء الإسرائيليين أو الغربيين الداعمين لهم الذين يدعمون مواصلة الحرب نعم والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. نعم التحالفات القانونية أستاذ ناجي في عديد الدول، هناك عديد المؤسسات القانونية والمحامين في الولايات المتحدة الأمريكية في الاتحاد الأوروبي وأيضا من المحامين العرب، بالإضافة إلى وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين وثلة من نقابة المحامين الفلسطينيين، تحالفوا في ظل هذه الدعوة التي تقدمت فيها دولة جنوب أفريقيا. كيف يمكن لهذه التحالفات القانونية أن تكون أداة بارزة للضغط أيضا على المحكمة لاستمرارها بهذا الملف وإدارة الاحتلال بشكل واضح؟ طبعا هذه التحالفات تمارس هذا الضغط. يعني قبل يومين كان هنالك اجتماع للزملاء من ممثلي التحالف مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وقبلها كانت هنالك اجتماعات كثيرة وهنالك بيانات ترسل وهنالك رسائل نواصل إرسالها أيضا لمكتب المدعي العام، وإلحاح على ضرورة أن يبدأ باتخاذ الإجراءات اللازمة. يعني فهذا كله طبعا يصب في الضغط على المدعي العام لأنه يسرع بإجراءاته في التحقيق وفي طلب استدعاء كل المتهمين في هذه الجرائم. ومن الضروري جدا أن يستمر الجميع في هذا الضغط، من الضروري جدا أن يزداد عدد الدول التي تنضم إلى جنوب أفريقيا في الشكاوى سواء في محكمة العدل الدولية أو في المحكمة الجنائية الدولية، وأن يستمر العمل
الدبلوماسي العربي، ويتصاعد حقيقة المطلوب تصاعد العمل الدبلوماسي العربي والإسلامي في كل اتجاه، من أجل حث المحكمة الجنائية الدولية وحث كل الجهات الدولية أن تقوم بواجباتها على أتم وجه، من أجل وقف العدوان ومحاسبة كل المسؤولين الإسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. نعم، أخيرا أستاذ ناجي، بما يتعلق بتقرير دولة فلسطين لمصيرها ومن يتحكم بغزة بعد انتهاء هذه الحرب، هناك العديد من التكهنات الإسرائيلية بإعادة تمزيق غزة وإنشاء المستوطنات، وعديد الحديث بما يتعلق بالهجوم على السلطة الوطنية الفلسطينية. كيف من الجانب القانوني هذا انتهاك صارخ بحق قرارات دولة، وأيضا جسم اعترف به العالم، وفلسطين دولة غير عضو ولكنها معترف بها كدولة مراقب في الأمم المتحدة، والجميع يطالب اليوم بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين. ما مدى قانونية هذا العدوان أيضا السافر على الجسم الفلسطيني بما يتعلق بتحقيق وتقرير المصير؟ أكيد لا شرعية لكل هذه التصرفات الإسرائيلية والأقوال وما تخطط له، يعني فهذا الأمر متروك تماما للشعب الفلسطيني، وهنالك قرارات واضحة من الأمم المتحدة، من مجلس الأمن، من الجمعية العامة، كلها تترك للشعب الفلسطيني تقرير مصيره بيده، ويجب على كل دول العالم أن تساهم في تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بيده. هنالك حكومة وهنالك سلطة وهنالك جهات فلسطينية هي التي تقرر مصير هذا الشعب، وهي التي تتفاهم فيما بينها بشكل بالنسبة للخطوات التالية وما يمكن القيام به في أي مرحلة من مراحل العمل الفلسطيني. ونحن نتمنى دائما أن يكون العمل الفلسطيني موحدا، وأن يقف ضد كل هذه المحاولات التي تسعى إلى تشتيت وحدة الصف الفلسطيني ووحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قياداته. نعم، أشكرك كل الشكر الأستاذ ناجي حرج، المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، كنت معنا عبر تقنية الزوم، شكرا لك.